معانا الدكتور، هو موجود في الخرطوم. اهلا بيك يا دكتور، انت في القاهره. اهلا بيك يا دكتور. وقال لكم رب العالمين يعني انتم الناس هتسكن في القيران؟ افتحوا البوابه في المطار، خلوا الناس تمشي، الجزائريين داخلين. خلينا نهدر صحوا الرئيس السوداني وقولوا له حد يفتح البوابه في المطار. رزق بيه، افتحوا البوابه في المطار. شنو هي؟ افتحوا البوابه. يسالوا اي مسؤول، انتوا ليه قافلين المطار؟ بتخشش ولا وقت؟ هذا هو، انتوا ليه قافلين؟ الناس بره هتتبهدل. ما تقول ما يرد عليك هيك دبرك مولاه الدكتور، تقول تتخرج عليكم قاعد. انا مش عندي ندير لكم. انا عندنا جزائريين في مصر، نروح لهم نموتهم. من جي هم راح نصرف قهوه زوج كبار تبالك. سمعت من عيني خلينا نقلعهم لك. انا مش بدهم الشاش. دوك حنا ندعي عليه دعوه مش مليحه. سيدي اكسر له لبو، ما خسرش لبو. هزي لي روح سيدي، كما هونا الله يهون الناس. امين. كما هونا الله يهون الناس. امين. الله يريب ساسو. امين. الله يقلب قنطاسو. امين. ان شاء الله يمرض النوض الحب في راسو. امين. ربي يا رب تعلن الغنايا والزواج. امين. يا سيدي ان شاء الله وين روح مقلوقه عليه. امين. ان شاء الله رب العالمين روح عليه.